هو طبعا الهلال بدأ الموسم ده بتراجع كبير في المستوى. يمكن المباريات الاولى اللي كان بيديه الهلال في الدوري كنا بنلاحظ انه الهلال دائما بيفوز في الدقائق الاخيره من المباراه. اول مباراه لعبها كانت مع الطائي فاز في الدقيقه 92 بهدف واحد وفي مباريات اخرى ايضا برضه كان الهلال بيعود في النتيجه ويكسب في الدقيقه على راس مباراته مع الرائد التعاون ايضا كسب قلب كان متاخر بهدف وقلب النتيجه في الزمن بدل الضايع بهدفين. ففي تراجع كبير جدا في مستوى الهلال. يمكن جميع جماهير الهلال تلوم جارديم اللي بدا الموسم بخطه لعب جديده هي كانت 4-4-2 كان يعتمد دائما على اللعب بمهاجمين اثنين ودي الخطه يمكن لعبتها الهلال ما متعودين عليها ما اجادوا الطريقه ما قدروا يستوعبوها مع المدرب جارديم. حتى الاسلوب ممكن الهلال بيمتاز بانه الاستحواذ لكن جارديم الوصول الوصول سريع للمرمى هو واحد من الاسلوب حسب الطريقه طبعا لعب 4-4-2 الهلال متعود على دائما بطريقه 4-2-3-1 اللي هي كان طبقها في المواسم اللي فاتت مع مدرب رزفان اجاده وجاب بطوله اسيا 2019 وفاز ببطوله الدوري الموسم الماضي برضه. الموسم ده يمكن طريقه لعب جارديم اثرت حتى على المستوى الفني للاعبين الهلال اللي نحن ما شفناهم في مستوياتهم الحقيقيه في الموسم ده. على راسهم عبد الله معيوف تراجع مستواه بصوره كبيره جدا. دفاع الهلال اصبح ممار سهل 17 هدف ممكن في 15 مباراه ممكن بالنسبه للهلال عدد كبير جدا الهلال ما كان يوصل الرقم ده الا في الجولات الاخيره من الدوري. تراجع مستوى لاعب مثل جوميز بصوره كبيره جدا يعني جوميز دائما كان بيكون هو دائما متصدر قائمه الاهداف في الدوري يمكن عامل عمره يمكن الموسم اللي فات الموسم ده ما في تاثير كبير يعني فرق سنه واحده. السنه اللي فاتت شوف جوميز هو كان متصدر قائمة أهدافنا الدوري فيمكن في تأثير كبير على جارديم تأثير سلبي على الهلال. يمكن عودة سلمان الفرج حتكون إضافة كبيرة فنية للهلال في مباراة السوبر ودائما نحن بنفصل مباريات الكؤوس عن مباريات الدوري. يكون في